لنا الحاجات دي تاني على اساس انت اكيد نسيت من فترة الامتحانات. نشوف بس الاول ايه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اتش سي اف وال سي اف. اعرفكم برضو طريقه لها حلوه اسهل من طريقه التري دي. يعني طريقه التري كويسه بس ايه يعني عايز واحد حافظ التايم تيبل بصراحه قوي. في طريقه تانيه اسهل. بص احنا عندنا البرايم، حد فاكر مين هم البرايم نمبرز؟ حد فاكرهم؟ يا شباب حد فاكر مين هم البرايم نمبرز؟ اللي هم 2 و3 و5 و7 و11. ال 8 لا، ال 9 لا. طب ليه لا؟ لان البرايم ده بيبقى حاجه تايمز نفسه بس، يعني زي ال 5. بص ال 5 كان 5 تايمز 1 بس، ملهاش حاجه تانيه في التايم تيبل. لكن ال 6 مثلا، بصوا ال 6 مش برايم ليه؟ ال 6 كان 6 تايمز 1 وكان 3 تايمز 2، فده مش برايم، مش برايم. ال 4 نفس القصه، ال 4 كان حاجتين 4 تايمز 1 و 2 تايمز 2، فده مش برايم، ده مش برايم ولا ده برايم. ال 5 برايم 7، فاحنا كفايه بس نحفظ دول في البرايم اللي هم دول بس. هم في برايم تانيين كتير طبعا بس كفايه دول. بص بقى الحركه اللي عاملها كده، انت هتمسك ال 12 تكتبها كده وهتمسك ال 18 تكتبها كده. بص بقى ركز اعمل ايه، بس ركز عشان اديك واحده تعملوها دلوقتي عليها. هتمسك ال 12 دي تعملها تبدا على اول نمبر اللي هو 2. انا عايزك تعتبر العمود ده يا جماعه كانه ديفايد 12 ديفايد 2 ايكوال كام؟ حد فاكر؟ يا شباب 6 6 ما تحطش ال 6 هنا، حطها هنا تاني. يعني انت هتعمل 12 ديفايد 2، الانسر تحطها هنا وانت ماشي بقى كده. طيب طول ما النمبر بتاعنا ينفع ديفايد 2 خليك ماشي على 2. يعني اعمل تاني ديفايد 2، 6 ديفايد 2 ايكوال وات؟ ايكوال 3. حط 3 هنا. طب ال 3 مش هتنفع ديفايد 2 بقى، جربها على 3 هتديك 1 بس كده. خلصنا ال 12، تقوم رايح هنا وكاتبها. بس ركزوا عشان هديلكم مسائل تحلوها بنفس الطريقه. اكتبها 2 تايمز 3 تايمز 3 اللي هم طلعوا على الجنب ده. بص بس تعالى على ال 18 بنفس الطريقه. ال 18 هتنفع ديفايد 2. حد فاكر 18 ديفايد 2 ايكوالات؟ سهله. لو انا حتى بص يا جماعه ديفايد 2 ده اسهل رقم في الدنيا دي، لان انت بتعتبرها انت في الامارات. لو انت معاك 18 درهمز وبتقسمهم ديفايد 2، يعني عليك انت ومحمد كل واحد ياخد 9 درهمز. يعني ميزه ديفايد 2 ان انت بتجيب النص، سهله ما فيهاش حاجه. 18 درهمز بقسمهم على 2 كل واحد ياخد 9. يعني حتى لو انا نفس التايم تيبل سهله. تمام؟ طيب ال 9 مش هتنفع مع ديفايد 2، اقوم عاملها ديفايد 3. بص معايا 9 درهمز بقسمهم على 3 كل واحد ياخد 3. طب 3 طبعا هتنفع ديفايد 3 ايكوال 1. طالما خلصت لحد 1 يبقى انت خلصتها. بص بقى لما تيجي تكتب ال 18، ركزوا يا جماعه عشان اديكوا واحد تعملوها. لما تيجي تكتب ال 18 اكتب 18 ايكوال، بص اكتب ايكوال تحت ايكوال بالظبط، اكتب زي ما انا بكتب بالظبط. ال 18 يا جماعه عباره عن 2 تايم 3 تايم 3. اول حاجه 2 وكاتبها تحت 2، لا دي معلش كانت 2 تايم 2. طيب تاني حاجه ايه؟ 3. ما تنفعش تكون كاتبها تحت ال 2 دي، ما ينفعش تكون كاتبها تحت ال 2 كده، ما ينفعش كده غلط. اقوم كاتبها تحت ال 3 ده. طب ايه اللي عليه الدور؟ في كمان 3 مش هينفع اكتبها تحت ال 2 برضه، خلاص اكتبها بره خالص. في حد عنده مشكله لحد كده او مش فاهم لحد كده؟ لا أنست ياسر كريم، في حد عنده مشكله؟ انا معلش انا اقول ياسر وكريم على اساس بقى بدل ما اقول محمد. ياسر كريم في حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ لا تمام لحد كده. يعني انا لما جيت اكتب تاني واحد خلتني واخد بالي هو 2 تايم 3 تايم 3، انا ممكن اقوم كاتبه كده بس غلط. غلط ليه؟ ما ينفعش اكتب 3 تحت 2. اه 2 تحت 2 ماشي، 3 تحت 3 ماشي، 3 تحت 3 كده ما ينفعش، فبنقوم كاتبينها بره هناك نقطه. بص بقى يا سيدي هتعمل ايه؟ اكتب معايا اف بياخد المتكرر بس، يعني دول 2 و2 ومفتوح دي ما تحتاجش حد، مش هياخد منها حد. 3 و3 هياخد 3 واحد.
عامل 3 ب 6. في مشكلة كده يا جماعة؟ ده ال HCF. ال LCM بقى لا، بياخد من كل الناس. يعني ايه بياخد من كل الناس؟ يعني يجي على الاثنين دول دي 2 و2 وما في 2. طب دي 2 لوحدها وما خد، عامل لكم حتى دي شكل كده ايه؟ زي السيركل كده شويه اوفال كده، ياخد ال 2 دي مع انها لوحدها ياخدها. دي 3 و3 ياخد واحده، دي 3 لوحدها ياخدها برضه. ونبتدي نعمل 2 تايمز بعض، 2 تايمز 2 ايكوال 4، 4 تايمز 3 ايكوال 12، 12 تايمز 3 ايكوال 56. وفي ناس بيعمل ايه؟ يقول لك انا هعمل الاول 2 تايمز 2 ب 4، 3 تايمز 3 ب 9، وبعدين ابقى اعمل 4 تايمز 9. يعني امسك الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض، في الاخر يعمل 4 تايمز 9 ب 56. او عايز تقول 2 تايمز 2 4، ال 4 اللي طلعت تايم 3 12، 12 تايم 3 مش عارف اعملها في الدرافت. 3 تايمز 2 6، 3 تايمز 1 3. بس في حد مش فاهمها يا جماعه لحد هنا؟ انا هدي كمان اكزامبل بعدين هدي كل الحاجات تعملوها. في حد مش فاهمها لحد هنا؟ خد بالكم ال HCF وال LCM لازم يجي لك عليها سؤال من اليو كي، من انجلترا، في امتحان الاي جي لازم يجي لك عليها سؤال، في اي جريد لازم يجي لك عليها سؤال. يعني لو انت في تاني حتى يجي لك عليها سؤال في الباست بيبرز بتاعتك او في الامتحان بتاعك في البيبرز. معايا؟ طيب احل عليها كمان واحد. افرض قال لي مثلا ناخد حاجه مثلا زي ايه؟ 15 و 30، خليها 15 و 60 مثلا. انا هبدا برضه نفس الكلام اهو، او شادد لاين كده لل 15 ولاين كده لل 60. طيب نبدا اول حاجه، ال 15 يا جماعه تنفع ديفايد 2؟ لا طبعا. طب تنفع ديفايد 3؟ اه تنفع ديفايد 3. حط هنا 3. 15 ديفايد 3 ايكوال 5. طيب ال 5 مش تنفع طبعا ديفايد 3، نبقى عاملينها 5 ديفايد 5 ايكوال 1. سهله ولا صعبه؟ في حد مش فاهمها يا جماعه؟ في حد مش فاهم انا بعمل ايه؟ طالما ساكتين يبقى تمام. خد بالكم عشان ادي لكم مثال تعملوها. طب نيجي على ال 6. اول حاجه نعملها ديفايد 2. لو عايز تعمل 6 ديفايد 2 مش صعبه. بتعمل 6 ديفايد 2 3 و0 ديفايد 2 5 0. حتى لو انت معاك 60 درهم وبتقسمهم على 2 كل واحد هياخد 30. طيب ال 30 تنفع ديفايد 2؟ اه لو انت عندك النمبر بادئ ايفن كده ينفع ديفايد 2. طب انا ممكن اجيبها بدماغي كده، يبقى جدع اللي يعرفه، يبقى جدع اللي يعرفه. لو انا عملت 30 ديفايد 2 يا محمد، يعني معايا 30 درهم وعايز اقسمهم على 2، كل واحد ياخد كام يا جماعه؟ منتال كده من غير ماث خالص، حد يعرف يقول لي؟ معاك 30 درهم دلوقتي وعايز تقسمهم عليك انت واخوك او عليك انت واختك، حد يعرف يقول لي كل واحد ياخد كام؟ يا شباب. نعم يا مستر. انا معايا 30 درهم دلوقتي عايز اقسمهم على 2، على 2 بيرسونز يعني. كل واحد ياخد 15. كل واحد ياخد 15 بس سهله. اكيد ال 15 مش هتنفع ديفايد 2. طلع لي 7 ونص وانا مش عايز حصول، مش عايز ديسيمال زي الكلام ده. يبقى هم جربين ال 15 على كام؟ مش نافع على 2، جرب على 3 هتدينا 5. طب ال 5 مش تنفع بقى على 3، ما انا بفضل ماشي بص على 2 لحد ما تنفعش، بعد كده اقلب على 3، بعد كده اقلب على 5. 5 ديفايد 5 هيديني 1. تمام؟ طالما وصلت ال 1 يبقى انا خلصت ايه؟ ده اسمه برايم فاكتورايزيشن. خش لي بقى هنا هتقوم كاتب ال 15.
3 تايمز 5. في اول واحد بتكتبه براحتك، تعالى تاني واحد بقى مش براحتك. مش براحتك ازاي؟ اول حاجه في 2 هينفع تكتبها تحت 3؟ مش هينفع، انت هتبقى بره. بعد كده في كمان 2 مش هينفع تكتبها تحت 3 ولا تحت 5، او كاتبها بره. بعد كده في 3 ينفع تكتبها تحت 3. بعد كده في 5 ينفع تكتبها تحت 5. يبقى كل واحد يا جماعه من دول اتكتب تحت زميله من دول. في مشكله كده؟ الو؟ حلو قوي. تعالى بقى طلع ال اتش سي اف. ال اتش سي اف هيبقى كام؟ ال اتش سي اف بتاعك هيبقى كام؟ ناخد من الثريتين دول واحد، وناخد من الفايفين دول واحد. بس 3 تايمز 5 15. طب عايز تطلع ال سي ام، خد من كل الناس. من كل الناس ازاي؟ يعني من الثريتين دول واحد، من الفايفتين دول واحد، ال 2 دي لوحدها خد، ال 2 دي لوحدها خد. طب نعمل دول تايمز بعض ازاي؟ سهله. 3 تايمز 5 15، 15 تايمز 2 مش عارفها، اعملها في الدرافت. 15 تايمز 2 اهي، 2 تايمز 5 10 0 قد كاري 1، 2 تايمز 1 2 بلس 1 يبقى 3. ارجع بقى، يعني انت عملت لحد هنا، خدت 3 تايمز 5 15، 15 تايمز 2 30، 30 اللي طلعت اعملها تايمز 2 هتدي لك، بص 0 ينزل، 2 تايمز 3 6 تطلع 6. ده ال اتش سي اف وده ال سي اف. احل انا واحده كمان ولا ادي لكم مسائل تعملوها وتبعتوها لي يا شباب؟ لا يا مستر خلاص. ادي لكم مسائل تعملوها ولا احل كمان واحده عشان نفهم اكتر؟ لا ادينا مسائل. احل كمان واحده؟ لا ادينا مسائل. طيب ماشي. طيب البرايم دول انا مش همسحهم، هسيبهم قدامكم كده اهو اللي انت بتجرب عليه. هقول لك ايه بقى، بص اهو انا اقول لك فادي ال سي اف و اتش سي اف وخلاص مره واحده. هقول لك فاين اتش سي اف، بس والنبي يا جماعه ال سي ام فوق. أول حاجة 12 and 24، امشوا زي ما أنا بعمل والنبي يا جماعة، ما تفتوش وتعملوا أي حاجة، امشوا زي ما أنا بعمل عشان بس تطلع معاكم صح. 15 and 30، بديكم أرقام سهلة، هي أصلا الترتيب بتاعها سهل. نمبر 3 ممكن ناخد مثلا 6 and 60. قدامك 6 and 60. نمبر 4 ممكن ناخد مثلا 12 and 15. بجيب لكم ارقام التايم تيبل بتاع سالو. نمبر 5 9 and 54. نمبر 6 خلاها 9 and 36، رقم صغير شويه. نمبر 6 ممكن ناخد مثلا ايه 10 and 80. 10 and 80. نمبر 7 25 and 100. نمبر 8 35 and 45. ماشي يا جماعه؟ يبقى انت مش هتبقى محتاج البرايم نمبرز قدامك اهو، تشتغل عليهم. هتبقى سهلة إن احنا نحلهم ونبعتهم يا شباب، معايا ولا مش معايا؟ انتوا تقريبا بتقولوا لا يا مستر، بس انا
بعد ما اخلص. طب عادي، طيب بدل ما نعملش الاتش سي اف والاس ام، يعني في الاخر ما نجمعش وكل يعني. ها ها خلاص ماشي، ولا حاجه، مش هكمل. لا، اول واحده محلوله تمام، اشتغلوا لي بقى بدول دلوقتي، خلصوهم وابعتوهم لي. اوكي يا شباب، سامعني ولا لا؟ ماشي يا مستر، ماشي. اه طيب، انا بحس ان انتوا بتردوا بس بتنسوا ان المايك مقفول، فبترد بس انت ناسي ان المايك مقفول. طيب لما تيجي ترد بس اتاكد ان المايك مفتوح. فهنحل دول دلوقتي وابعتهم لي على الجروب دلوقتي هنا في الحصه تمام، وهناخد زيهم هوم ورك ان شاء الله. طب اتفضل، دول هسيب لكم فيهم بتاع 10 مينتس كده ولا حاجه، خلصوهم براحتكم وابعتهم لي على الجروب. بس حلو، بنفس الطريقه يا جماعه، اللي نسي طريقه الحل انا بعت الصور على الجروب، اللي نسي طريقه الحل انا بعت الصور على الجروب، يحل بنفس الطريقه يا جماعه، والنبي ما يفتكسش اي حلول، والنبي حل بنفس الطريقه اللي انا بحل بيها عشان تطلع معاك صح. مش فاهمينها اقولها تاني. اتفضل.